لعب في 7 لقاءات، فاز في 2 وتعادل في مباراة وهزم في 4 لقاءات. وادي أمامنا بنتابع الهدف الأول، الهدف الأول هنا في هذه اللقطة عن طريق اللاعب الفرنسي من أصول تونسية، اللاعب وساب بن يد. مشكلة الدفاع الحقيقة، بص الهجمة، ادي إخوان كوريا حط كرة حلوة قوي. بص العرضية يا ولد، عرضية إيه بالسنتي، عرضية بالسنتي معمولة حلوة حلوة الكرة الماضية دي. وادي